بسم الله الرحمن الرحيم. السيدات السادة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب كل الترحيب بالأشقاء والأصدقاء المسؤولين وشركات ورجال أعمال في بغداد السلام، وأثمن المشاركة الواسعة للأشقاء في المملكة العربية السعودية. هذه المشاركة التي تدل على عمق العلاقة المتنامية بين البلدين الشقيقين. اليوم كان يوم مميز. في الصباح وضعنا حجر الأساس لمشروع إنشاء جسر على نهر دجلة الخالد، وهو الجسر الثاني بعد جسر غزة. هذه الجسور تنفذ لأول مرة منذ عام 1982، حيث آخر جسر كان عام 1993، جسر الطابقين. بنفس الوقت ونحن هنا نفتتح المعرض، وعلى الضفة الأخرى وعلى خشبة المسرح الوطني يفتتح مهرجان المسرح العربي. هذا هو حال بغداد، من النمو والتعافي والحيوية. هذا هو الوضع الطبيعي لبغداد والمحافظات لعراق اليوم. لقد بدأت المسيرة، مسيرة التنمية والعمل من أجل عراق قوي، موحد، مستقل، مستقر، مزدهر، بهمة أبناء الشعب الغيارة. أبارك لكم هذا المحفل الاقتصادي الذي يمثل أحد أوجه العلاقة بين العراق والدول العربية الشقيقة والصديقة، وهو فرصة مهمة لعقد الشراكات والوقوف على أهم الفرص وتلاقي المصالح في هذه التظاهرة الاقتصادية. تبنت هذه الحكومة منذ اليوم الأول إصلاح الاقتصاد، ليس شعارا وإنما هدفا، وضعنا له خطط وبرامج بدأت في كل ملف وفي كل مفصل، وشرعنا في عملية واسعة بمؤازرة السلطة التشريعية في إجراء التعديلات للقوانين واستحداث وتشريع قوانين جديدة. قبل أسابيع أقر مجلس الوزراء مشروع قانون إصلاح القوانين الاقتصادية، والذي سيتناول أكثر من 20 مجال قانوني في عدة قوانين كانت تمثل عائق أمام المستثمرين والشركات. ارتأت الحكومة أن نذهب بحزمة واحدة نعدل فيها هذه القوانين لكي نخفف المعاناة أمام القطاع الخاص. هذا التحديث قطعاً سوف يمهد لدورة اقتصادية قادرة على النمو وخلق التبادل الداخلي وفرص مضافة في سوق العمل. وقلنا منذ البداية لا يمكن أن نخلق تنمية بدون إصلاح القطاع المصرفي والمالي،
والذي يمثل عماد الحركة الاقتصادية الداخلية والخارجية. واتخذنا في هذا المجال بعمل منسق مع البنك المركزي سلسلة إجراءات من شأنها أن تمهد للقطاع المصرفي الحكومي والأهلي أن ينخرط ضمن المعايير العالمية حتى يكون الترابط المالي والاقتصادي أكثر ثقة، ويجد المستثمر والشريك الاقتصادي الأجنبي الطريق مفتوحة أمامه ليحسب الأرباح ومقدار النمو. كذلك ولأول مرة وضعت وزارة التجارة الهيكل السلعي للاستيرادات والصادرات، وقدمت بيانات موثوقة تعتمد على عدة مصادر من أهمها مركز التجارة الدولي. هذه المؤشرات والبيانات توفر قراءة للمستثمر، للشركات، لقطاع الأعمال عن حجم الاستيرادات ومجال الصادرات. بالتأكيد في الوقت الذي لا نريد للعراق أن يكون سوق استهلاكية في ظل توجهنا لتنمية القطاع الصناعي والزراعي، فإننا بالوقت الحاضر نحتاج السلع والمنتجات والخدمات، وضمن هذا الهيكل السلعي يعطي قراءة أن العراق تبلغ حجم استيراداته السنوية بحدود 70 مليار دولار. وضعنا هدف مهم كان يمثل هاجس قلق للشركات ورجال الأعمال، وهو إصلاح النظام الضريبي، وكانت هناك ورش متخصصة خرجت بحزمة إجراءات تساهم في إصلاح ضريبي وتفصيلي ترسخ الثقة المتبادلة بين المكلف ضريبياً والأجهزة الحكومية المنظمة. أيضاً بعد تشريع قانون التقاعد والضمان الاجتماعي، والذي يمثل ركيزة مهمة تضمن للعاملين في القطاع الخاص الحقوق والامتيازات، وهي مكملة لقانون العمل، فهذا إحدى العوامل التي تشجع على انخراط الكفاءات والعاملين والباحثين عن العمل في سوق العمل بعد أن وجدوا التشريع الذي يضمن لهم المساواة في الحقوق مع أقرانهم في القطاع الحكومي. كذلك نتابع الإجراءات الحثيثة لوزارة التجارة وبالتحديد تسجيل الشركات في عملها وما يمكن أن تقدم من إجراءات تسهيل هذه العملية التي تمثل إحدى العقد التي يعاني منها القطاع الخاص. هذه الإجراءات كثيرة ومتنوعة يعكف عليها فريق متخصص، فريقنا الوزاري، فريق المستشارين، تشاور مع اللجان النيابية المختصة، مع المؤسسات المالية تقدم مقترحاتها، بالتأكيد مع شركائنا في القطاع الخاص العراقي، والذي نستعد لعقد جلسة مجلس القطاع الخاص الذي يمثل شراكة بين القطاع الحكومي ورجال القطاع الخاص، يجلسون على طاولة واحدة يتناولون أهم المشاكل والمعوقات وبحث الرؤى والفرص التي تمكن من إيجاد قطاع خاص فاعل ومتمكن يكون مساند
للدولة في تأمين فرص العمل وفي حل المشاكل والأزمات. وضعت الحكومة عنوان ولم يكن شعاره، وإنما سلوك عملي وبرنامج عملي، وهو إقامة الشراكات الاقتصادية مع الدول العربية الشقيقة والدول الصديقة، إيماناً منا بأن التشابك في المصالح الاقتصادية هو أفضل وصفة لتحقيق الأمن والاستقرار. لذلك عندما أطلقنا مشروع طريق التنمية، هذا الممر الاقتصادي المهم في المنطقة والعالم، إضافة إلى الممرات الاقتصادية الأخرى، فقد عرضنا هذا المشروع أمام الدول وأمام الشركات ومؤسسات التمويل الدولية، ونحن ماضون بكل ثقة في تنفيذ هذا المشروع. بنفس الوقت الذي ترتفع وتيرة تنفيذ مشروع ميناء الفاو، هذا المشروع الحلم للعراقيين الذي سوف ينفذ إن شاء الله في منتصف 2025. لن يكون طريق التنمية مجرد عبور البضاعة وترانزيت للسلع والمنتجات، وإنما سوف يكون ممر تتواجد فيه من الفاو إلى زاخ مدن صناعية واقتصادية تؤسس لصناعة متطورة وحديثة، نستثمر فيها مواردنا الطبيعية والموارد البشرية. لا أريد أن أطيل، فأمامنا جولة في أروقة المعرض، لكن أود أن أستثمر هذا الوجود لأبعث برسالة لكل الشركات، لكل المستثمرين، وأقولها بكل ثقة: إذا كانت الفرص الاستثمارية اليوم متاحة، غدا سوف يكون هناك جهد كبير حتى تحصل على فرصة استثمارية في العراق. أدعو الشركات ورجال الأعمال للانخراط بشراكات مع القطاع الخاص العراقي، هذا القطاع الخاص الذي يضم رجال ونساء على درجة من الجرأة والشجاعة والإمكانية والصبر على الروتين والبرامج الكثيرة والمتنوعة التي عملنا عليها سوية. أفضل طريق هو خلق هذه الشركات، وستجدون منا كحكومة، وأستطيع الحديث نيابة عن الأخوة البرلمانيين، كل الرعاية والاهتمام. نسأل الله التوفيق لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.